الأشقاء الأعزاء، على مدار السنوات الماضية تركزت التحديات الجديدة التي عصفت مواطنينا العربي في انتشار الإرهاب وتزايد خطورته وفي إضعاف كيان الدولة الوطنية، بل في تحدي فكرتها الأساسية كوطن جامع لأبنائه وبوتقة تصهر الثقافات والطوائف والمذاهب المتعددة في ولاء واحد لوطن واحد. فرأينا ضياع الاستقرار عندما ضعفت المؤسسات الوطنية، وشهدنا انتشار الترويع للآمنين عندما حلت الصراعات الطائفية والمذهبية محل التعايش المشترك، وتزايدت التدخلات الخارجية في شؤون الدول ومصائر شعوبها، وسرعان ما استغل الإرهاب الآثم الفرصة ليملأ الفراغ الذي نتج عن عدم قدرة مؤسسات الدول على القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن وتطبيق القانون. لقد تزايد الإرهاب وهدد حياة الملايين من البشر في وطننا العربي وفي العالم أجمع، وأصبح يمثل ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها أو القبول في شأنها بأية تبريرات. وأصبحت العلاقة بين الإرهاب وبين تهديد كيان الدولة الوطنية علاقة تفاعلية، فكلما قويت شوكة الإرهاب ضعفت الدولة، وكلما ضعفت الدولة تمدد نفوذ الإرهاب. ومن هنا يتحتم علينا العمل على مسارين متوازيين في ذات الوقت: نحارب الإرهاب ونتصدى له بكل الحسم والقوة، في الوقت الذي نبذل فيه أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار فيها من خلال تمكين وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية لتقوم بمهامها المنوطة بها. ولا يخفى عليكم أن مواجهة الإرهاب ليست بالأمر الهين، فهو كالمرض الخبيث يتغلغل في نسيج الدول والمجتمعات ويتخفى بجبن وخسة. لذلك فإن مواجهته يجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكري وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا وبشكل عاجل وفعال، والتصدي للفكر المتطرف على المستوى الديني والإيديولوجي والثقافي من خلال تطوير التعليم وتعزيز دور مؤسساتنا الدينية العريقة وعلى رأسها الأزهر الشريف لدحض الأفكار المتطرفة التي تبثها المنظمات الإرهابية، بحيث يتم من خلال منظومة فكرية وثقافية متكاملة نشر وإعلاء قيم الدين السمحة وتعزيز مبادئ المواطنة والتسامح والتعايش المشترك، حتى تصبح أفعالا وممارسات مجتمعية راسخة لا تترك مجالا من جديد لقوى الظلام تلك أن تنمو وتنتشر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إنه لمن دواعي الأسف أن نرى بعض القوى تستغل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا لتعزيز نفوذها وبسط سيطرتها، فقامت تحت مسميات وتبريرات مختلفة بالتدخل في شؤون الدول العربية، سواء من خلال التدخلات السياسية أو العسكرية والأمنية. لا يعنيها في سبل تحقيق ذلك أن تتفكك مؤسسات هذه الدول أو أن تتهدد وحدة أراضيها وسلامة شعوبها. وأقول لكم بكل الصراحة والصدق أننا يجب علينا جميعا اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، موجهين رسالة قاطعة بأننا لن نسمح لأي قوة كانت بالتدخل في شؤوننا، وأن كافة المحاولات التي تسعى للهيمنة المذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية ستواجه بموقف عربي موحد وصارم، عازم على حماية مؤسسات الدولة الوطنية وقادر على صيانة مقدرات الشعوب العربية والوفاء بحقوقها في العيش الكريم والتنمية. الأشقاء الأعزاء، لعل الحالة الأكثر وضوحا للأزمات التي تواجه منطقتنا هي المأساة المتواصلة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق والعزيز، والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيش فيها، وهو يواجه التحديات الجسيمة في تلبية التطلعات المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدل.